هذا سائل يقول: ما حكم البحث والسؤال في مسألة مآل أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي ما كلفك الله بهذا. من يقول أن أبوي الرسول مسلمان وأباه وأجداده إلى آدم لأنه من سلسلة موحدة؟ هذا كله مبالغة وكله ما له أصل ولا دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يوضح لكم ذلك أن الرسول استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، ثم استأذنه أن يستغفر لها فأبى عليه أن يستغفر لها، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا لأن الله منعه أن يستغفر لأمه. نعم.